مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون مختلف شوي عن باقي الفيديوهات، حيكون عبارة عن دردشة راح نحكي فيها كان على كم معلومة مغلوطة ب ب ب بعالم اليوتيوبرز. فبلاحظ انه ببعض الفيديوهات اللي بنزلها بتكون في اسئلة بتكون كأن معلومات مغلوطة عند بعض الناس. فأول معلومة مغلوطة عند بعض الناس هي بخصوص حملة نارين بيوتي ونور ستارز وديدايتس. بعيد وكرر أنه هاي المعلومات المغلوطة عند بعض الناس، مو بكل الناس. ففي ناس تعرف هالمعلومات وعندها المعلومات الصحيحة، بس في ناس تانية عندها معلومات مغلوطة، وهذا لاحظته بخانة التعليقات لما نزل الفيديوهات. فبدي صحح هالأخطاء أو هالمعلومات المغلوطة لحتى الناس ما بتغلط لما بتيجي بتدردش مع ناس تانية عن يوتيوبرز، أو هيك بتكون عندها المعلومات الصحيحة وفيها تدردش مع الناس وبتحكي عن هاي الأشياء. فالمعلومة الأولى مثل ما قلت هي راح تكون بخصوص حمرة نارين بيوتي ونور ستارز وديدايتس. أول شيء هالحمرة، أول شيء القصة من وراء هالحمرة هي أنه شركة ميبيلين للمكياج اختارت 3 من اليوتيوبرز للتسويق للحمرة، ولكن كيف التسويق أو حتى بدنا نقول الإعلان للحمرة، بس حيكون هالإعلان بشكل جديد. نحن بنلاحظ أنه اليوتيوبرز يعملوا إعلانات على قنواتهم أو حتى على حساباتهم على الإنستغرام، بيكون هيك مثلا يعملوا ريفيو أو مثلا يعمل هيك مثلا يفرج المتابعين تبعه إعلان هيك هاي الحمرة استعملتها أنا، أو حتى مثلا بنشوف بفيديوهات اليوتيوبرز روتيني للعناية بالبشرة بتشوف أنه في فوريو بالفيديو بيستعمل فوريو، هذا عبارة عن إعلان. فشركة ميبيلين اختارت 3 من اليوتيوبرز اللي هي نارين ونور ستارز وديدايتس ليعملوا إعلان لحمرتهم الجديدة سوبر ستار، اسم الحمرة سوبر ستايل، لا يعملوا هالإعلان، بس يكون الإعلان بشكل جديد. كيف جديد؟ بيختاروا 3 يوتيوبرز، اليوتيوبرز 3 بيختاروا كل واحدة فيهم لون معين، بيختاروا لون الحمرة، بيختاروا رقم الحمرة، وبيعملوا مثلا الغلاف، غلاف الحمرة بيكون من تصميمه، بيكون من تصميم اليوتيوبرز، وبيكتبوا اسم كل يوتيوبر على غلاف الحمرة. فهيك كيف الناس بتصير تشتري هاي الحمرة على أساس أنه هاي الحمرة فيها اسم نور ستارز، فيها اسم نارين بيوتي، فيها اسم ديدايتس. فهذا هو التسويق حاليا، أصبح بهاي الطريقة. فهي هي المعلومة المغلوطة. في ناس المعلومة المغلوطة عند الناس، اوكي هي هي المعلومة الصحيحة اللي قلتها بشوي، بس المعلومة المغلوطة هي في ناس كتير عم بتقول انه مين اول يوتيوبر عمل الحمرة، ومين قلد التاني، هالنارين قلدت نور ستارز، هالنور ستارز قلدت نارين، هالديدايتس قلدوا نور ستارز ونارين وهيك. فهذا مو تقليل ابدا، ما حدا قلد حدا. ميبيلين اختارت، شركة ميبيلين للمكياج اختارت 3 يوتيوبرز عرب بنات مشان يعملوا الإعلان، وكمان تكون عندهم فرصة لنور ستارز ونارين وديدايتس أنه تكون عندهم حمرة باسمهم وباللون يلي بيختاروه. فهذا الشيء كتير حلو بالنسبة لشركة ميبيلين، وكتير كتير كتير حلو بالنسبة لنارين ونور ستارز وديدايتس. خلونا ننتقل للمعلومة الثانية. لما نزلت قبل أيام أو قبل أسبوع فيديو حقائق عن نور ستارز، لاحظت أنه في التعليقات أنا قلت بالفيديو أنه نور ستارز عراقية 100% وأبوها عراقي وأمها سورية، أمها عراقية وأبوها عراقي، يعني أبو نور ستارز عراقي وأمها عراقية. فبالتعليقات لاحظت ناس عم بتقول انه ابو نور ستارز سوري، ابو نور ستارز مو عراقي، ابوها سوري. فهذا الشيء خطا، ابو نور ستارز عراقي وامها عراقيه. فحتى نور ستارز صرحت هالشيء بقناتها على اليوتيوب، راح اترك لكم هذا الفيديو وشوفوا.
أنا عراقية، أحب العراق، أهلي عراقيين، أحب العراقيين، ما عندي مشكلة أو شيء أو شيء يمنعني إنه أحكي عن الموضوع. خلونا ننتقل هلأ للمعلومة الثالثة، هل هيلا تزوجت أو هل هيلا ما تزوجت؟ في كتير ناس بتقول هيلا ما تزوجت، وفي في في أخبار باليوتيوب مغلوطة إنه يوتيوب أو إنه هيلا تي في تزوجت أو ما تزوجت. فانتشرت قبل أيام صحيح إنه هيلا ممكن خطبت مو تزوجت بس انخطبت، لأنه في فيديوهات وصور انتشرت قبل أيام على إنه هيلا أو فيديوهات من خطبة هيلا، خطبة من خطوبة هيلا. فبترك لكم هاي الفيديوهات والصور مشان تشوفوها، وإليكم التعليق بخانة التعليقات. المعلومة الأخيرة والرابعة هي بخصوص أغنية نارين بيوتي الجديدة عيش حياتك، اللي رح تنزل يوم الخميس 13 بالشهر، فكونوا مستعدين لهالأغنية لأنه على حسب كلام نارين رح تكون كتير كتير رائعة ومختلفة عن باقي الأغاني اللي غنتها منها هلا يا سيدي ومع مو فلوغ فيك لوف وحتى ما فيه خبي، فرح تكون كتير خطيرة ومن نوع جديد على حسب ما قالت نارين بيوتي. فنحن بنتمنى انه الاغنية بتكون شيء اكبر واكبر. فلاحظت بخانة التعليقات لما نشرت هالخبر قبل يوم فلاحظت انه في تعليقات بتقول انه الاغنية راح تكون مع اخواتها، يعني مع شيرين وسدرة، فهذا الشيء غلط. الاغنية ما راح تكون مع اخواتها، راح تكون مع المغني تيم محمد اللي هو مغني سوري. راح احط صوره هون وحسابه على الانستغرام هون اذا بدكم تروحوا تشوفوا عنده اغاني، فهو مغني سوري، فممكن في ناس بتعرفه وممكن لا، لانه عدد متابعينه مو كتير، 15,000 شي 15,000 على الانستغرام. راح احط لكم انستغرامه وروحوا شوفوا اذا بدكم تكتشفوا اغانيه وكيف صوته. فيا فرح تكون مع تيمة محمد مو مع اخواتها. فهون تكون خلصت المعلومات. اذا بدكم فيديوهات مثل مشان ما يكون الفيديو طويل، يعني في معلومات تانية مغلوطة رح صححها بالفيديوهات الجاي. فاذا بدكم هيك معلومات او هيك فيديوهات بصحح المعلومات المغلوطة، فبعيد وبذكر انه مو كل الناس عندها المعلومات المغلوطة، في ناس عندها المعلومات الصحيحة او حتى اكتر مني صحيحة 100%. ففي ناس لاحظت انه بالتعليقات لازم تتصحح لانه تكررت عدة مرات. فهون يكون خلص الفيديو. اذا بدكم هيك فيديوهات اضغطوا على زر اللايك مشان تشجعوني على تنزيل اكثر. بشوفكم بالفيديو الجاي وباي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل اكثر.